اهلا بكم يا اصدقائي في سلسلة ادوار لكل افتتاح. كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه احد الادوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح او الدفاع المفضل لديك، لو كنت تريد الدراسة الجادة مع المتعة باستخدام محرك البحث جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها. انزل لأسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار أفكار افتتاحيات الشطرنج. ستجد فيديو أفكار افتتاحيات الشطرنج مقدمة تمهيدية. هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي أفكار افتتاحيات الشطرنج بصفة عامة، وبعد أن تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو. والآن هيا نرى الفيديو. أهلا بالأصدقاء، ما زلنا مع الافتتاح الإنجليزي وحنرى دور من اثنين من العمالقة، أحدهم بالطبع نعرفه وهو بطل العالم السادس مايكل بوتفينك، والذي له أياد بيضاء على الشطرنج لأنه ألف أكاديمية للناشئين أخرجت لنا أبطال العالم مثل كاسباروف وكربوف وكرامنيك، كما إنه استخدم مؤهله العلمي في الهندسة لكي يضع بذرة إدخال الكمبيوتر في الشطرنج. أما الآخر فهو زفيري تاتاكوفر، وكان يعتبر أستاذا لبوتفينك، وله مؤلف هام وهو 500 دور لأساتذة الشطرنج تم ترتيبه حسب الافتتاحيات، وهذا المرجع يعتبر هام جدا لكل لاعبي الشطرنج إذا أرادوا أن يدرسوا الافتتاحيات عمليا. وتاتاكوفر له قول شهير: يبتغي القتال على الرقعة، فقد قال: لا أعرف أحد فاز بعد أن استسلم. ولكن في هذا الدور استسلم لبوتفينك بعد أن تألق بطل العالم ولقنه درسا لا نعرف بعده من هو الأستاذ ومن هو التلميذ. والآن هيا نرى هذا الدور وأسلوب بوتفينك المتميز، فهو يلعب بالأبيض أمام زفيري تاتاكوفر في بطولة نوتنغهام 1936. بوتفينك بالأبيض ولعب نايت اف 3، دي النقلة المميزة لافتتاح ريتي. نايت اف 6 سي 4، وبكده اتحولنا إلى الافتتاح الإنجليزي. دي 6 دي 4 نايت بي دي 7 جي 3 اي 5. الافتتاح ده بيسموه الدفاع الهندي القديم، والابيض كمل بيشوب جي 2 والاسود لعب بيشوب اي 7. التفريع اللي اختاره تاتاكوفر هو احد التفريعات الصلبة، ولكنه في نفس الوقت بيعطي الاسود موقف سلبي. وكمل الدور كسل نايت سي 3 سي 6 اي 4، والاسود لعب كوين سي 7. الاسود مستمر في اللعب السلبي، وحاليا لاعبي الاسود بدل التكملة بكوين سي 7 بيلعب نقلة زي الروك اي 8، وبيكمل التفريع اتش 3 اي 6 بيشوب اي 3، وهنا الاسود بيلعب بي 5. وبكده الاسود بياخد لعب ايجابي وبيكون له هجوم مضاد في جناح الوزير وقتال من اجل السيطرة على اكبر مساحة. على اي حال تاتاكوفر ملعبش الروك اي 8 انما لعب الكوين سي 7، وبوتفينك كمل باتش 3. النقلة دي مش نقلة سلبية، وانما الابيض عاوز يلعب البيشوب اي 3 بدون ما يتعرض الفيل لازعاج من الاسود بالنقلة نايت جي 4، ولذلك بيلعب اتش 3. وكمل الدور روك اي 8 بيشوب اي 3 نايت اف 8. النقلة دي مثيرة للجدل لأن الحصان لن يكون له مستقبل ظاهر على أي من المربعات جي 6 أو اي 6، وكان من المفروض أن الأسود بدل ما يلعب النايت اف 8 يكمل ببيشوب اف 8،
وبعد النقلات المعتادة روك سي 1 اي 5 كوين سي 2 الاسود ممكن يكمل باي تاكس دي 5 وبعد نايت دي 5 الاسود بيكمل بنايت سي 5 والاسود بيكون له محاولات للعب المضاد. لكن على اي حال الاسود ملعبش البيشوب اف 8 انما لعب النايت اف 8 وكمل الدور روك سي 1 اتش 6 دي 5 وبالنقلة دي بوتفينك اخد مساحة اكبر في معسكر الاسود وترتاكوفر كمل بيشوب دي 7 وهنا بوتفينك لعب نايت دي 2. بوتفينك بالنقلة دي اصبح مستعد للعب البي 4 وفي النهاية بيبدأ الاشتباك بالنقلة سي 5. وكذلك من ضمن اهداف النايت دي 2 ان الابيض يلعب نقلة زي الاف 4. على اي حال ترتاكوفر كمل باحد نقلاته الضعيفة جي 5. ترتاكوفر بيحاول يمنع الابيض من لعب الاف 4 ولكن بالنقلة دي اضعف جناح الملك وخاصة المربعات السوداء وده اللي هيعاني منه وهيكون السبب المباشر في خسارته للدور. ومع ذلك بوتفينك كمل بالنقلة القوية اف 4. ايضا بوتفينك كان ممكن بدال الاف 4 يلعب في جناح الوزير بنقلات زي السي 5 وبعد دي سي 5 بيكمل بنايت سي 4 بالتهديد القوي دي 6 والابيض بيكون له ضغط شديد على معسكر الاسود وخاصة في جناح الوزير. على اي حال بوتفينك ملعبش في جناح الوزير انما لعب اف 4 في جناح الملك ومن هنا وحتى نهاية الدور بوتفينك اصبح هو الاستاذ وكمل الدور جي اف 4 جي اف 4 والابيض بيهدد بالاخذ على مربع الاي 5 وتهديد الحصان وفي نفس الوقت بيهدد بالاخذ على مربع اتش 6 ولذلك ترتاكوفر اضطر اللعب كينج جي 7 والنقلة دي بتدل على التهور اللي حصل بعد النقلة جي 5 لان الملك اصبح وحيدا وبيدافع عن المربعات السوداء في جناح الملك وربما كان الاسود عنده نقلة افضل من الكينج جي 7 وهي النايت جي 6 وفي النهاية بيخسر بيدا لكن ده كان افضل موقف ممكن يوصله. على اي حال ترتاكوفر ملعبش النايت جي 6 انما لعب الكينج جي 7 وبوتفينك كمل اف اي 5 دي اي 5 وهنا بوتفينك لعب النقلة المفتاح في الدور وهي سي 5 وحاليا بيهدد بالنقلة المدمرة دي 6 والاسود رد سي دي 5 نايت دي 5 طالب الوزير وبعد كوين سي 6 بوتفينك كمل بالنقلة القوية نايت سي 4. الحصان بيهدد ان ياخد بيدق الاي 5 وفي نفس الوقت بيهدد ان يحتل المربع القوي دي 6. على اي حال ترتاكوفر كمل بنايت جي 6 بيحمي البيدق وهنا بوتفينك لعب نايت دي 6 طالب الرخ وترتاكوفر ترك الرخ ولعب بيشوب اي 6. بالطبع ترتاكوفر لو ملعبش البيشوب اي 6 واخد حصان الدي 6 بيشوب تيكس دي 6 هيخسر قطعة فورا بعد سي دي 6 والرخ طالب الوزير وفي نفس الوقت الرخ الاخرى طالب حصان الاف 6 والابيض هيفوز بقطعة وهيفوز بالدور ولذلك ما يقدرش ياخد على الدي 6 انما لعب بيشوب اي 6 وترك الرخ لكن بوتفينك فاجئ الجميع بالنقلة نايت تيكس اي 7. بوتفينك اتخلص من المدافع القوي عن المربع اف 6 لان هدفه في النهاية هو الملك وليس الفوز المادي بمجرد فرق ودلوقتي الاسود اصبح بالفعل بيعاني من الاضعافات على المربعات السوداء. على اي حال الدور كمل بنايت تيكس اي 7 وللمرة التانية الابيض في استطاعته ان يفوز بالفرق لكن بوتفينك زي ما قلنا هدف الملك ولكن كيف يصطاده ولذلك هو اللي ضحى الفرق بروك تيكس اف 6 وبكده الملك الاسود مضطر للخروج للعراء ولعب كينج تيكس اف 6 وبوتفينك كمل بكل هدوء كوين اتش 5 والتهديد المباشر للابيض هو كوين تيكس اتش 6 تشيك والاسود ما عندهوش دفاع كافي عن هذا البيدق ولعب نايت جي 6 وللمرة التالتة ايضا الابيض بيرفض ان يفوز بالرخ وكمل بالنقلة القوية نايت جي 5.
الهدف الأساسي للنقلة دي هو محاصرة الملك ومنعه من الهروب عن طريق المربع E7 أو المربع G7. بالطبع لو الأسود أخذ الحصان Bxf5 هيخسر قطعة فورا بعد Etxf5 طالب الحصان وبيكشف هجوم من الفيل على الوزير، ولذلك الأسود ما يقدرش يتخلص من الحصان. وأيضا إذا لعب روك H8 عشان يحمي البيضة، الأبيض هيكمل ببساطة بيشوب تيكس H6 وطالب تشيك ميت ببيشوب G7، ولذلك الأسود ملعبش الروك H8 إنما لعب روك G8، وهنا الأبيض كمل بكوين H6 وطالب تشيك ميت ببيشوب G5، والأسود ما عندوش غير بيشوب تيكس A2 وبيخلي مربع آمن لهروب الملك. لكن بوتفينك لعب بكل هدوء النقلة القوية روك D1 بالتهديد المدمر روك D6 تشيك. كاسباروف بعد 50 سنة ولد نقلة غير الروك D1، وهو لاعب H4 بالتهديد بيشوب G5 تشيك، وبعد كينج E6 الأبيض بيكمل ببيشوب H3 بالتهديد بكش مات في النقلة القادمة. لكن على اي حال بوتفينك ملعبش H4 انما لعب روك D1، والاسود ما عندوش غير روك AG8. لكن بوتفينك كمل ايضا بهدوء بكوين G5 تشيك، والاسود ما عندوش غير كينج E6، وهنا الابيض كمل روك تيكس G8، وبكده الابيض فاز بقطعة والاسود يمكنه التسليم. لكن مع ذلك ترتكوفر كمل بF6 طالب الوزير. بالطبع ترتكوفر كما قلنا في مقدمة الفيديو لا يستسلم بسهولة، ويبدو ان هذه النقلة قد انقذته، فالبيضة بيمنح حماية الوزير للرخ. ولكن بوتفينك عاقب استاذه بنقلة جعلته يسلم فورا، يا ترى ايه هي؟ بوتفينك لعب النقلة الجميلة روك تيكس G8 وترتكوفر سلم. بالطبع ترتكوفر لو اخذ الوزير F takes G5 بوتفينك هيكمل ببساطة بروك تيكس G6 تشيك، وهيفوز ايضا بالوزير، وبعد كينج F7 روك تيكس C6 Bxc6 والابيض متفوق بقطعتين وهيفوز بسهولة. وده دور اخر بيثبت لنا استاذية بوتفينك وإزاي هو بيستفيد من كل نقلة ضعيفة. وشوفنا في هذا الدور إزاي استفاد من النقلة G5 اللي أضعفت المربعات السوداء في جناح الملك، وشوفنا إزاي إن بوتفينك استفاد من هذا الإضعاف بالنقلة F4، وكذلك شوفنا النقلة القوية C5 اللي بتخترق فرصة الرعاة عن طريق المربعات السوداء أيضا بالتهديد المدمر D6. وكذلك شفنا في الموقف ده ازاي الابيض رفض ان ياخد الفرق انما لعب Knight takes E7 وبكده اتخلص من الفيل اللي كان المدافع الاخير عن المربعات السوداء. وبعد ذلك شفنا الضربة النهائية في الدور بروك تيكس F6 اللي خرجت الملك الاسود للعراء، ومن هنا اصبح اقتناص الفوز مسألة يسيرة. وهنا نستطيع اننا نجاوب على السؤال اللي طرحناه في اول الفيديو، مين الاستاذ ومين التلميذ. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.